لا طبعا هو سياق كتفرضوا راهينية المواضيع اللي تروح للنقاش في اللي يعني شفت الجامعة الشعبية في الدورة ديالها العاشرة انها طرح هاد جوج مواضيع النقاش. طبعا فاش كنتحدثوا على الانفتاح اللغات كنتحدثوا على اللغات الام، طبعا فاش كنتحدثوا على اللغات الام كنتحدثوا على الامازيغية، وطبعا الى جانب العربية كهما جوج ديال اللغات اللي تم الصلة ديالهم والترسيم ديالهم. فاليوم من بعد ما كانوا في ديل يعني المقرر التشريعي في الحكومة السابقة، اليوم احنا الى حدود الساعة بقي هاد القوانين ما عرفتش التنزيل ديالها. فاسمحوا لي يمكن نقول لك بان هذا راه كاين قراءات اللي يمكن غادي تصنفها في خرق للدستور، وبالتالي فالجامعة اليوم ارتأت ان تطرح هذا الموضوع من جديد باش تشوف شنو هما العراقيل يعني في طريق تنزيل هاد القوانين. اكيد ايضا ان الحديث على قوانين من هذا الحجم من انفتاح اللغات وعلى الامازيغيه وعلى التربيه والتكوين صعب جدا اننا نخضعوه لمنطق الاغلبيه او منطق المعارضه، لان الامر كيتعلق بمستقبل ابناء المغاربه، كيتعلق بالهويه ديال المغاربه، وبالتالي فهذه مواضيع ربما كاين اراء اللي كتقول ما غاديش ننتظروا الاجماع لان الدستور حسم في هذا الشيء. القضيه هي في غنى عن كل تسييس ولا المزايده. اسمح لي، راه هذه قضيه وطنيه كتهم المستقبل ديال ولادنا كمغاربه. صعب جدا انا كما قلت لك نخضعوا على المنطق الاغلبيه ولا المعارضه ولا المنطق الانتماء الحزبي او المزايدات، لان كل شيء يمكن نزيدوا فيه الا كيتعلق الامر بمستقبل ديال ولادنا ومستقبل ديال بلادنا. فاكيد اننا ستحضر الحكمه ونحضروا يعني المصلحه ديال البلاد والمصلحه ديال الاجيال القادمه فوق كل هذه الاعتبارات، والا الا غادي ندخلوا في نقاش بيزنطي ربما غادي نكونوا حنا الخاسرين كلنا فيه، لان الربح هو ربح للمغرب والخساره هي خساره للمغرب بغض النظر على الالوان والاطياف السياسيه. طبعا فاش كنتحدثوا على اللغات الام الدارجه ايضا اللغه ام لان الى جانب الامازيغيه، لان ربما كاين واحد الخلط. انا كنشوف مثلا وانا كنشوف البيان السيره ديال واحد المجموعه ديال التلاميذ او الطلبه فاش كيقدموا البيان السيره ديالهم كيكتبوا على اللغه العربيه لغه الام. لا، اللغه العربيه ماشي لغه ام لانها ماشي لغه مكتسبه، ولكن اللغه اللي تعلمناها انها كانت في التلقين وفي التدريس الى جانب طبعا الدارجه اللي هي كما قلت لغه مكتسبه. الغريب ان الى شفتوا المداخله ديال السيد الامين العام تحدث وكيقول لكم هو كينتمي لمنطقه امازيغيه انه فجاه كيتعلم العربيه كيتعلم اللغه العربيه، وكان عندهم انطباع بانهم كيتعلموا يعني لغه اجنبيه. هذا الدليل انها فعلا ماشي اللغه الام بشكل باش كيعتبروا الكثير. فطبعا الحضور ديال السيد نبيل عيوش هو الانصات للراي والراي الاخر، لان ربما ما يمكنش نجلسوا بوحدتنا نفكروا بوحدتنا، بغينا نسمعوا السي عيوش الافكار ديالو اللي غادي يطرحها. وطبعا كاينين ناس اخرين اللي غادي يكون لهم ردود فعل على الطروحات ديالو. في اخر المطاف بغينا نخرجوا بواحد التوصيات اللي غادي تسهل تنزيل هاد القوانين اللي احنا بصدد الحديث عليها اليوم. شكرا.